المكرونة هنعملها بالصوص الأحمر، هتبقى بيزك برضو، هضيف فيها حاجات. أي إضافة هتلاقوني بقولها هقولكم دي إضافة ممكن نعملها بطريقة أقل شوية منها. عندي كده، وعندي برضو الوصفة التانية في نفس الحلقة معايا هتكون البولونيز اللي هي باللحمة المفرومة، وبرضو هقولكم على طريقتها، لذيذة جدا وسهلة. نقول مع بعض المقادير الأول بتاعت المكرونة الحمراء أو البنة. هنعملها بنة ريد صوص بالصوص الأحمر. عندي الريحان، البصل، الثوم، المرقة، المكعب مرقة خضروات، وعندي السكر والطماطم في الخلاط. طبعا زي ما احنا عارفين ان انا السكر دي دايما بتكون إضافة بحبها جدا للمكرونة، بالذات الصوص الأحمر. ليه؟ علشان بتطلع طعم المرارة. أول حاجة هعملها هحط الزيت، هجيب الثوم والبصل. في ناس ما بتحبش تستخدم البصل، في ناس بتحب تستخدم الثوم بس. الثوم بس برضو بتبقى حلوة قوي. أنا الأول قبل ما أتجوز كنت بعملها بالثوم بس، بس كل واحد وإيه واللي بيحبه. والثوم لو كمان لو كان البصل قصدي لو كان مفروم بيبقى أحلى وأحلى. أوكي هعمل كده أهو، هخليه بس يدبل سنة صغيرة وبعدين إيه هنقلب. طبعا زي ما احنا عارفين المكرونة الحمراء من الحاجات الحلوة جدا اللي أولادنا بيحبوها في السن الصغير. يعني أنا هنا لما باجي أعمل لها أي حاجة بصلصة بستخدم طماطم فريش مضروبة في الخلاط، ما بشوحش بقى طبعا الثوم والبصل كده، بعملها لها نيف ني، دوبك ببشر شوية بصل صغيرين، ما بحطش الثوم عشان ما يتعبش بطنها، ده للبيبي أنا بقول لكم. وإيه وبعملها نيف ني بالبصل، ومعاه على طول بحط عصير الطماطم الفريش، وبحط رشة ملح بسيطة جدا جدا، وبحط الكمون، ما بحطش فلفل قوي في ايه في اكل البيبي. بصوا بقى كده، انا هنا عندي كده الثوم والبصل اصفروا، هنزل ومعاهم المرقه، هنزل مكعب المرقه ده انا ممكن استغنى عنه واحط بداله ملح وفلفل، كمون، جوزة الطيب، يعني شويه البهارات اللي هي بتبقى عندنا دي بتغنينا عن المرقة. اوكي لو مش متوفرة عندك اهو كده بقى، انا هقلبها هسيبها خالص ان هي، هديها بس الاول زي ما اتفقت معاكم رشة، رشة السكر دي بتطلع المرارة اللي في الصلصة دايما لما نيجي نعمل صوص الطماطم بتضيع المرارة بتاعت الايه الصوص او الحديه. هي مش مراره على قد ما هي بتبقى حمضي شويه، يعني الطماطم بتبقى ايه اهو كده. وطبعا زي ما احنا متفقين انا هسيبها تغلي، وبعدين لازم كل شويه ندوق الطعم نشوف محتاجين نزود حاجه نقلل حاجه كده. اوكي اهو ايوه، وريحتها هي بدات تطلع معايا جميله. وهسيبها بقى تتسبك حلو قوي، وبعدين هقوم حاطه معاها ورقتين ثلاثة من الريحان، بتديها طعم حلو جدا وبتحلي النكهة بتاعتها. هجيب الريحان الفريش وهحطه في الصلصة الايه الحمراء كده، وهجيب دلوقتي المكرونة وتتحط معاها، وهنعمل مع بعض المكرونه الوايت صوص. تعالوا هنا احط معاها المكرونه اهو، ونقلب كويس. طبعا الريحان عايز اقول لكم انه بيدي طعم حلو جدا في الايه في المكرونه الحمراء، بيبقى تحفه معاها اهو كده. عملنا مع بعض باستا صوص احمر زي ما احنا شايفين